إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور. الأخ الكريم يسأل: خويا عندي فرخ ديال البيروش وما كيبغيش يأكل من السورنج، أشنو هو الحل؟ راح نجيبك أخي الكريم. عندما تقوم بنزع فرخ باجي أو أي فرخ كوكتيل أو روز أو أي فرخ من الطيور من العش بغرض ترويده بالتأخير اليدوي، في اليوم الأول راح تجد صعوبة في إطعامه، لأنه يكون معتاد على الأبوين في إطعامه ولا يعرف الإبرة. يعني راح تجد صعوبة، راح تقوم بفتح فمه بيدك وتقوم بإطعامه بالتدريج. اليوم الأول، الثاني، الثالث يبدأ يعتاد على الإبرة وراح يفتح فمه بعد ذلك لوحده وهو يأتي إليك لإطعامه. هذا هو الحل الوحيد، يجب أن تقوم بفتح فمه بيدك في الأيام الأولى وتقوم بإطعامه، فبعد ذلك راح يعرف أن الإبرة هي مصدر الطعام وراح يبدأ يفتح فمه ويتعود عليها لوحده.